دينامو زاغريب الكرواتي كروسوندر الروسي نادي الروسي مش عندنا كيفاش كانت المباراة الشوط الأول يعني وين شاهدنا كيفاش ميسلاف الذي سجل الهدف في الدقيقة 31 يعني وين نقولوا دينامو زاغريب الكرواتي نادي الكرواتي اللي دخل بخطة نقولوا خطة 3-4-3 شنا نادي الروسي اللي دخل بخطة يعني خطة 4-4-5-4-1 يعني شاهدنا دومينيك في الحراسة تاع دينامو زاغريب شنا ستيفان شنا كيفن جوكس جوساكو شنا لوفر كريستيان شنا اريان شنا لوكا شنا ماسلاف المسجل هدف بيرناو يعني نقولوا بلي النادي الروسي وين اغوار في الدفاع الاسكندر شنا كيفاش يوري شنا ريان شنا توني كايو شنا اياكس فيكتور وين اندرسون يعني شنا كريستوفر اللي دخل في الدقيقة 60 يعني وين ما كان توني يعني كانت نقولوا بلي كانت مباراة اللي كانت مفتوحة يعني كانت مفتوحة وين شاهدنا كيفاش دينامو زاغريب وين رمى في كل شيء في الشوط الأول من أجل الرجوع بسرعة في النتيجة في تسجيل أهداف يعني شاهدنا كيفاش ميسلاف الذي سجل الهدف في 31 شاهدنا الشوط الثاني يعني نادي الروسي اللي تراجع الوراء يعني ولعب كتلة واحدة ولعب على الهجمات المعاكسة يعني هجمات اللي كانت صعبة في خاصة هذا المباراة دور أوروبا ليج في الدور 32 يعني إقصاءات يعني وين كانت دينامو زاغريب يعني وين قدم مباراة يعني مباراة اللي كانت في القمة يعني أمام نادي الروسي كريستوندير اللي لعب وقف الند للند أمام لاعبين تاع دينامو زاغريب اللي عندهم تجربة في هذه الأدوار هذه هي الدور 32 شاهدنا الشوط الثاني كيفاش انتهى يعني